الحادثة والله إذا تتأملها تكشف لك إيش قد أكو عدنا نوع، عدنا شريحة من الصحابة متميزة، رضوان الله عليهم، متميزة تهزك من أعماقك. لما نزلت الآية المفسرين يقولون إجا أبو الدحداح الأنصاري، أبو الدحداح دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال بلى، يطلب منكم القرض ليدخلكم به الجنة. قال له يا رسول الله، إذا أقرضت الله، تأمل لي بالله شوية عبارته، إذا أقرضت الله أتضمن لي ولأولادي ولابنتي الدحداحة من الله العطاء؟ قال النبي نعم أضمن لك ذلك. قال له يا رسول الله اشهد علي واعطني يدك. أخذ إيد النبي وضع يد النبي في يده. قال له يا رسول الله اشهد علي، أنا عندي حديقتان بستانين عندي، إذني كل ما أملك غيرهن والله يشهد أني ما عندي غيرهن، أنا ذني أضعهن في سبيل الله، أقرض الله بهن أنفقهن في سبيل الله. النبي قال له امسك عليك واحدة بستان خلي إلك ولأطفالك تعيش عليه، ولا تخلي عيالك يتكففون الناس، والثاني لا وجهها في سبيل الله. قال له إذن أشهدك يا رسول الله أني أعطي أفضلهما، وهي حديقة أكو بيها 600 نخلة. قال له يا رسول الله أنا هذه وضعتها في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وآله قال له جزاك الله خيرا، استلمها من عنده، وهذا رجع لوين؟ إلى الحديقة. نبأ دخل، ماذا وجد؟ وجد زوجته أم الدحداح بالبستان بالحديقة، ويمها أطفالها جامعين شيء من التمر حاطيه بجيوبهم ماخذيه يردون يطلعون. قالها يا أم الدحداح أنا هذه البستان وهبتها لله، أقرضتها لله عز وجل، شرح لها الواقعة. قالت له نعمة، لقد شكر الله سعيك، نعم البيع بيعك وانتظر عطاء الله. نعم، وفعلا قامت شو تسوي؟ تمد ايدها الى جيوب اولادها الاطفال، تطلع من عندها التمر ترجعه وين؟ الى الى الى, الى, الى التمر الموجود، الى التمر اللي جامعي جاني جمع، رجعته واخذت اطفالها ودخلت الى البستان الثاني، راحت الى البستان الى الحديقه الثانيه، والنبي صلى الله عليه وآله استلم هذه البستان من ووقفها في سبيل الله عز وجل. طيب اتأمل هذا اللون من الإقبال على إجابة نداء السماء، يدل طبعا على الضمائر والحمد لله المسلمين، أنا أقول لك الإسلام أخذ أثره من نفوسهم، يعني لما نرجع إحنا إلى تاريخ المسلمين عبر تاريخ المسلمين نلقى المسلمين استجابوا إلى جوانب قد تلفت نظرك. جاء أروي لك شيء، مثلا أنت تتوقع أن واحد يوقف وقف على من؟ على المملوك الذي يكسر حاجة من حاجات أشياده فيتعرض للعقاب. شايف؟ يعني دول غطى والجوانب الصحية، واحد موقف لمستشفى، واحد موقف إلى مسجد، واحد موقف إلى إقراض، واحد موقف، ظل ما خلوا شيء ما يردون يغطوه. قال لك أكو بعض الناس عندهم غلام مملوك أو عنده صانع يوديه يقول له روح سوي هالسلعة الفلانية يجيب هالحاجة، إذا راح مثلا وانكشرت عنده حاجة يتعرض للعقاب، خاف هذا يتعرض، هذا موقف وقف. إذا واحد من هذول الغلمان انكشرت عنده حاجة أو ضاع شيء ينوخذ منها الوقف لشدها. شيء يعني تصل بيهم الروح، روح العطاء وروح الاستجابة إلى الإنفاق في سبيل الله إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. في الآية تقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
زين، جعلت الإقراض تشريف للمؤمن. شنو الرواية؟ الرواية عن الله عز وجل يقول لعبدي أنا استطعمتك فلم تطعمني، واستقرضتك فلم تقرضني، واستشقيتك فلم تشقني. يقول يا رب كيف أشقيك وأنت رب العالمين؟ يقول لو شقيت عبدي المؤمن الذي استشقاك لوجدت ذلك عندي. نعم، أنت وقف عليك واحد عطشان وطلب من عندك وما شقيته، وهذا عبد من عبيدي، لو شقيته لوجهي لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. فتأمل تشريف، جعل هذا المعنى تشريفا لعبده، يعني أراد إكمال إنسانيته. يقول له خليك تعرف حق العبودية حتى تستجيب لربك.